خليني ادخل مع حضراتكم كمان للجانب الفني، وانا بقى احذر مره تانية وثالثه وعشره. ليه؟ ما عندناش امل غير هذا المنتخب، منتخب الناشئين فضيحه بتاعه الكابتن محمد وهبه زي ما حضراتكم عارفين المدير الفني. وفيتوريا نفسه قال ان منتخب 2003 ده من المفترض ان يكون معاه مجموعه كبيره منهم في تصفيات القادمه. فكابتن محمود جابر الحقيقه عنده حاله من التخبط في استعدادات منتخب مصر للشباب بسبب المباريات الوديه. طبعا اللي شاف الكابتن محمود جابر وهو قاعد وسمع المجموعه بتاعتنا وشه اتخطف. مجموعه صعبه فيها نيجيريا والسنغال وموزمبيق. عايز اقول لحضراتكم مفيش حاجه صعبه على منتخب مصر، لكن هو ده على فكره الكلام ده اتقال لي من ناس كانت قاعده جنبه. قالوا لي تحس ان وشه اتخطف كده ما تفهمش. المهم كان في اجتماع سابق مع مسؤول اتحاد كره القدم والكابتن المدير الفني للمنتخب 2003 طلب منهم مباريات وديه مع منتخبات افريقيه قريبه من مستوى المنافسين في امم افريقيا. وبالفعل اتحاد كره القدم، هنا انا بحيي اتحاد كره القدم، ولكن اللي جاي بقى اتحاد كره القدم اتحرك ورتب دوره كان من المفترض ان تقام في مصر ويشارك فيها ايه ثلاث منتخبات قويه، زامبيا والكاميرون والمنتخب السوري. وبعد ما اتفقوا وعملوا كل حاجه رجع لهم المدير الفني وقال لهم ايه، لا انا مش هلاعب المنتخبات دي، والدوره طبعا اتلغت. طيب رجع مره تانية قال لهم طيب خلوني العب زامبيا. فمنتخب زامبيا طبعا اعتذر وقال لهم لا احنا خلاص عندنا ارتباطات وانتوا غيرتوا اتفاقاتكم قبل كده. فطبعا اضطر النهارده يلعب ايه مع منتخب غانا للمحليين. طبعا ده استعداد غير كافي وغير قوي للبطوله، ورغم ذلك خسرنا 2-0 باداء ضعيف جدا، وبعض اتحاد كره بعض اعضاء اتحاد كره القدم غاضبين جدا من المستوى اللي ظهر بيه النهارده. ولكن الحقيقه هناك ازمه اخرى واكبر بتواجه منتخبنا الوطني للشباب، خصوصا في تعامل المدير الفني مع ملف المحترفين في اوروبا. يعني كلنا شفنا تجربه منتخب المغرب، بدات بمنتخبات الناشئين والشباب واستقطابهم للمحترفين في اوروبا من اصحاب الجنسيه المغربيه. اللي بيحصل في مصر مع المدير الفني ل 2003 منتخب 2003 عكس ده تماما. فالمدير الفني بيعمل ايه؟ بيستدعي بعض المحترفين لمعسكرات سابقه. ما كملش حد منهم غير صلاح باشا لاعب اودينيزي، رغم ان في اكتر من 20 لاعب محترف في اوروبا والخليج من مواليد 2003 من الممكن جدا ان نستفيد منهم لمستقبل كره القدم المصريه. طبعا هو استدعى بعض اللاعبين قبل كده ولكن من انديتهم في اوروبا والخليج وشافهم. عارفين حضراتكم راح لاتحاد كره القدم وقال لهم ايه؟ مش عاجبني مستواهم، اللي عندي افضل منهم، رغم انهم وكمان قال لهم كده، قال لهم كان بيلعب بعضهم كمان في غير مركزه. يعني هو كابتن محمود بيلعب بعضهم في غير مركزه، وطبعا الكلام ده بيطلع بره لدرجه انه قال ان على بعض اللاعبين المتالقين في الانديه الاوروبيه انهم لعيبه اكاديميات وان هو ما بياخدش بكلام الانترنت. طبعا الكلام ده وصل للعيبه وعمل لهم احباط. وطبعا برضه لما البطوله قربت ودخلنا في الجد رجع بقى ايه المدير الفني يحاول يضم هؤلاء اللاعبين من انديتهم في اوروبا، ومع ذلك جابهم ومشاهم في اللي مشاهم يعني في معسكرات سابقه. طبعا معظم الانديه رافضه تبعت لاعبتها خصوصا المميزين، لانه بقى عندهم علم يعني باللي بيحصل في معسكرات التدريب والمباريات الوديه السابقه. الاغرب بقى هو اللي حصل في اخر اجتماع لاتحاد كره القدم. كان هنا جنبنا في مشروع الهدف. على هامش قرعه هذه البطوله. في تخوف كبير من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم من اي تعثر في هذه البطوله، لدرجه ان الاستاذ جمال علام طلب من اعضاء مجلس اداره الاتحاد عمل زيارات دورية لمعسكر المنتخب ودعم المدير الفني واللاعبين. وكمان اللي جاي ده غريبة جدا برضو، ولكن خليني أقول لحضراتكم كله مرة واحدة. طلب من روي فيتوريا
مدرب منتخب مصر الأول، حضور بعض أيام معسكرات منتخب الشباب، وتوجيه النصائح للمدير الفني لمنتخب الشباب لمساعدته قبل البطولة. غريبة يعني، أنت جايب مدير فني للمدير الفني؟ الحقيقة هذه الأجواء هي أجواء غير مبشرة بأي نجاح، لكن إحنا هنا أنا بحكي مع حضراتكم وهقفل الموضوع ده، مش هتكلم فيه تاني. ليه؟ عشان بعد شهر بعد البطولة لو لا قدر الله حصل أي حاجة أجيب لحضراتكم الفيديو ده، لأن إحنا هنا في قناة الأهلي ودايما النادي الأهلي هو أكبر الداعمين لمنتخب لكل المنتخبات الوطنية، خصوصا لما يبقى عندها معسكرات ومباريات مهمة. ولكن من حق كل الجماهير المصرية إن هي تشوف وتسمع اللي بيحصل. إحنا بنثق في كل لاعب شاب موجود مع منتخب مصر وهنقف في ظهرهم، ولكن أنا كلامي النهاردة للصالح العام ومحاولة من البيت الكبير لتسليط الضوء على نقاط غاية في الأهمية والخطورة، عشان لو في حاجة غلط خلال هذه الفترة يتم إصلاحها قبل بداية هذه البطولة. لسه على البطولة شهر تقريبا، شهر فبراير، واتحاد كرة القدم والمدير الفني للمنتخب عندهم وقت إن هم يعدلوا من أوضاعهم. من فضل حضراتكم، حضراتكم بتتلاعبوا باسم مصر، المنتخب ده هيلعب باسم مصر، فخلي بالكم، استعدوا جيدا، خصوصا ان هذه البطولة على ارضنا ما ينفعش ان احنا نخسرها. اللهم بلغت وخلاص، مش هتكلم في هذا الامر مرة تانية. الفترة اللي جاية هتبقى فيها كل الدعم لمنتخبنا الوطني للشباب، لانه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم كل اللي يهمنا ان احنا نشوف منتخبنا الوطني للشباب بيفوز بهذه البطولة.